السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من دروس سلسلة علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة ثانوي إعدادي. تحية طيبة من فريق أنا من مبدعة لجميع المشاهدين. دونك الدرس ديال اليوم بعنوان الدم والجهاز الدوراني. ندير واحد تذكير بسيط فقط باش نبداو الدرس ديالنا، يعني فاش كنهضروا هاد الدروس كامله اللي درناها هاد السنه هادي كلها كتهضر على، يعني بدات بالهضم ثم الصحه الغذائيه ثم التنفس والان الدوران. اذا الدوران كله اصلا علاش كاين الدم، علاش كيدور الدم في الجسم؟ فكنعرفوا بلي الدم هو عباره عن موصل، يعني بحال نقولوا ام ميساجي. دونك اشنو كيوصل هذا الدم؟ الدم كيوصل مواد لقيت، كيوصل مواد لقيت لباقي الأعضاء المستقبلة باش كتنتج الطاقة باش تشتغل. يعني من بعد الهضم تصل مواد لقيت إلى الدم واللمف. فنتعرفوا هنا على مكونات الدم باش نتعرفوا بالضبط أشنو هما الجزيئات أو شنو هما العضويات ولا الأعضاء بالضبط اللي كتوصل ليا مواد لقيت، اللي كترتبط فيها مواد لقيت باش توصلها ليا للأعضاء. إذا مكونات الدم غادي نلاحظوا هنا واحد اللطخه دمويه، يعني واحد لوفخوتي سونغا. هاد لوفخوتي سونغا كتلاحظوا باللي كاين فيه واحد الجزيئات اللي هي ما عندهاش النواه، وهاد الجزيئات هذه هي الكريات الحمراء فهي بدون نواه، وكاين هي كريه حمراء، لاحظوا كرية حمراء ما فيهاش النواة. هنايا في اللطخة الدموية كتلاحظوا ان اللون ديالها هو تقريبا قريب البنفسجي، ان ملونة واحد لو بلو دو ميتيلان، ازرق الميتيلان، باش كيعطيني بالضبط هو اللي كيعطيني هاد الصورة هادي في المشهر الميكروسكوب. دونك هادو كريات الحمراء ما فيهاش النواة، هذيك الجزيئات او لا عفوا الخلايا اللي فيها النواه فهي الكريات البيضاء. كاين الكريات البيضاء احاديه النواه، يعني فيها نواه واحده، ها هي فهاد الصوره هناك كتلاحظوا. وكاينين خلاص اللي متعدده النواه وكتسمى المفصصه. فهاد المكونات في كلها الا زدنا عليها البلازما اللي هو هاد السائل، يعني الابيض اللي كتصبح فيه الكريات البيضاء والكريات الحمراء، فهي مكونات الدم. اذا مكونات الدم، فالدم تيتشكل من البلازما وكيتشكل من الخلايا الدمويه ايضا. اذا نضيف الى الدم طري ماده مضادة للتخثر، مثلا ناخذ الألومنيوم كمثال، أكسيدات الألومنيوم. ها دم طري، إذا أكسيدات الألومنيوم هي مادة مضادة للتخثر. فبعد مدة من الزمن غادي ترسب ليا، غيكون عندي واحد ترسب، عرفت كتلاحظوا؟ دونك غيكون عندي ان كيلو وغيكون عندي البلازما من الفوق. دونك لو بلازما هو اللي كيبقى من الفوق لانه سائل خفيف، الكثافه ديالو خفيفه. فلو كيلو كيتكون مناش من لي بلاكيت سونغين، هما اللي كيبقاو هنايا في الفوق ديال لو كيلو ديال هاد الترسب، وكيتكون من كريات بيضاء وكريات حمراء. دونك لي بلاكيت هما كيتسموا صفائح الدمويه. اذا الرسب او لا ما يترسب هما الخلايا اللي مشكلة الدم، واللي كيبقى في أعلى من هاد الرواسب هو البلازما، إن البلازما هي عبارة عن سائل. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الدم سائل أحمر يتكون من خلايا دموية، كريات حمراء. هاد الخلايا الدموية هي الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، الأحادية النواة والمفصصة النواة واللمفاويات. كيتكون ايضا من الصفائح الدمويه، وايضا كيتكون من البلازما. اذا هاد الخلايا الدمويه كلها كتسبح في البلازما. اذا كيفاش كينقل الدم مواد لقيت؟ نضعوا بعض الفرضيات.
ممكن ان هاد مواد القيد تنقل بواسطة خلايا دموية، ممكن تكون كتنقل بواسطة البلازما، لان هادو هما المكونات ديال الدم، ما يمكنش ينقلهم الدم بشي حاجة اخرى، لان الدم قلنا كيتكون من البلازما ومن الخلايا الدموية. غنديرو مجموعة ديال التجارب، من بعد التجربة تبين ان البلازما يحتوي فعلا على مواد القيت. اذا درنا واحد التحليل على داك البلازما ولقيناه فعلا كيتكون ولا فيه مواد القيت اضافة الى مواد اخرى بحال بعض الغازات الدائبة. اذا نستنتجو باللي البلازما هي اللي كتنقل مواد القيت. الى اين تصل مواد القيت؟ نحطو بعض الفرضيات. مواد القيت ربما كتوصل الى الاعضاء، الخلايا يعني اعضاء الجسم ككل، كنعنيو بأعضاء الجسم. اجي نتحققو من ذلك، لان ما عندهاش اصلا فين تمشي، فاش غدير هاد مواد القيت؟ اذا غادي نحللو واحد الجدول وناخدو منه مواد القيت اللي موجوده في البلازما ونحللو الدم الداخل الى الاعضاء والخارج من الاعضاء باش نعرفو. ها هو عندي الجدول، دونك الدم داخل الى الاعضاء غادي نشدوه ونحللوه ونشوفوا شحال نسبه ديال الجليكوز اللي فيه، شحال نسبه ديال الاحماض الامينيه، وشحال النسبه ديال الدهون. وعاوتاني غادي نوليو نحللوه منين يدخل العضو ويخرج من العضو، اشحال غادي يبقى فيه ديال الجليكوز، شحال غيكون فيه ديال الاحماض الامينيه، وشحال غيكون فيه ديال الدهون البسيطه. انتم الا لاحظتوا ان الجليكوز تيكون النسبه ديالو هي واحد في الدم الخارج كتنقص، احماض الامينيه 0.45 في الدم الخارج كتنقص، ولكن بالنسبه للدهون البسيطه فالنسب كتبقى تقريبا هي ما كتنقص ما كتزيد. اذا كنلاحظوا باللي مواد القيت الخارجه من الاعضاء اقل تركيزا من المواد الداخله اليها، وبالتالي شنو قلنا؟ البلازما نقلت لي مواد القيت للاعضاء، اذا الدم كينقل مواد القيت الى الاعضاء وبالتالي الى الخلايا. نشوفوا هنا كيفاش كتزود الخلايا بمواد القيت. فعندي هنايا مجموعه من الخلايا، هما هنا في هذا الرسم عندي مجموعه من الخلايا، هادو يعني الدم، ها هو فيه البلازما، وهنا كاينه واحد مفصصه النواه الا شفتوها، هادو كريات ولا دي بلاكيت سونغين، ها هما دو. وهنايا عاوتاني مفصصه نواه اخرى يعني كريات البيضاء. هنا غنشوفوا بالسهم البنفسجي كيمثل لي حركة السوائل، السهم الأحمر كيمثل مواد القيت، وبقى لي السهم الأخضر هو اللي كيمثل الفضلات. إذا هنايا الشعيرة لمفاوية يعني العروق لي فيسو سونغان، دونك بحال لي تنقول حنايا العروقة هما الشعيرات الدموية والشعيرات اللمفاوية. فهذا اللمف، اللمف بيفرجي، وهنا مفصصة نواة هي تلاحظوا هنا، هنا الخلايا. إذا مواد القيت كتنتقل من وإلى الخلايا عن طريق الدم. شوفوا واحد الملاحظة، الخلايا لا توجد في تماس مباشر مع الشعيرات الدموية، يعني ما ملصقاش مع الشعيرات الدمويه بحال اللي لاحظتوا في الشكل. اذا شكون اللي كيتدخل في نقل مواد القيت من الدم الى الخلايا، والعكس ايضا من الخلايا الى الدم، لان قلنا حللنا الدم اللي داخل الخليه وحنا الدم منين رجع من الخليه. اذا اللي كيتدخل في نقل مواد القيت بين الدم والخلايا هو اللمف، ورا شفنا الشعيره اللمفاويه، وهو سائل يحيط بالخلايا الأنسجة. فاش كنقولوا خلايا الأنسجة يعني تنهضر على خلايا الأعضاء، لأن كل عضو هو مكون من مجموعة من الأنسجة. ما هو مصدر اللمف؟ أول حاجة تركيب، شنو هي خصنا نعرفه ولا نديرو مقارنة ما بين تركيب البلازما واللمف. فالبلازما مكونة من 90 غرام باغ لتر ديال الماء مثلا، هادو المكونات. كاين عندي الماء هي 900 غرام باغ لتر في البلازما، في اللمف البيفرجي عندي 970 غرام باغ لتر. بالنسبة للأيونات يعني كنقصدو بها الكالسيوم،
الكلور، ايضا كل المعادن، المغنيسيوم، واخا ما مكتوبش هنا، ولكن كلها يعني كتكون في كاينه في البلازما وكاينه في اللمف، وكنشوفوا ان النسب هي نسب متساويه. كنشوفوا ايضا البروتينات او لا البروتيدات، بالنسبه للبلازما هي مشكله من 70 غرام باغ لتر ديال البروتينات، بينما اللمف ف 5 غرام فقط باغ لتر. بالنسبه للجليكوز نسبه متساويه، 1 غرام باغ لتر 1 غرام باغ لتر. احماض الامينيه كذلك نسب متساويه. بالنسبه للدهنيات كنلقاوها مرتفعه جدا في البلازما على عكس اللمف. دونك الفضلات الازوتيه كنلقاو ان 0.3 غرام باغ لتر، وفقط بعض الاثار ديالو اللي كاينه في اللمف البيفرجي. اذا الفضلات الازوتيه كتكون قليله في اللمف البيفرجي على عكس البلازما. دونك اي تكون اللمف من نفس مكونات البلازما، مع اختلاف في تركيز البروتينات والدهنيات، هي اللي كتكون خفيفه فقط. بحال اللي قلنا الدهنيات في عندنا في البلازما مرتفعه، والبروتينات كذلك في البلازما مرتفعه على اللمف. اذا كخلاصه نقول ان يتميز جدار الشعيرات الدمويه بضعف سمك، إذ يتكون من طبقة واحدة من الخلايا المسطحة، وتحت تأثير الضغط يعبر البلازما هذا الجدار، ويتكون اللمف البيفرجي الذي يغمر جميع خلايا الجسم، ونتيجة لتجديده الدائم يتدخل في استكمال وظيفة الدم. إذا شكون اللي كيكمل الوظيفة ديال الدم؟ فهو اللمف البيفرجي. إذا الدم كيوصل المواد القيت كيوصلها للخلايا، ولكن هو ما كاينش تماس ما بين الشعيرات الدمويه والخلايا. اذا شكون اللي كيدير داك التماس، وشكون اللي كينقل ما بين الشعيرات الدمويه والخلايا المواد القيت؟ فهو اللمف. دونك يدخل اللمف الى عروق دقيقه تدعى الشعيرات اللمفاويه، ويسمى باللمف الوعائي. اذا فاش كيتشكل في عروق كتسمى لمف وعائي. كخلاصة غادي نقولوا ان الدم واللمف كينقلوا لنا مواد القيت وكيوزعوها على خلايا الجسم. اذا شكون اللي كيكمل عمليه نقل مواد القيت؟ طبيعه الحال اللي كيبداها الدم فين؟ في البلازما، كيكملها اللمف. والدم والبلازما واللمف عفوا عندهم نفس المكونات، ولكن باختلاف بسيط بين نسبه البروتينات في البلازما كتكون اعلى من نسبه البروتينات في اللمف. كذلك نسبه الدهون في البلازما مرتفعه على نسبه الدهون في اللمف. اذا الدم واللمف هما الوسط الداخلي لنقل مواد القيت بطبيعه الحال، وكيلعبوا بيناتهم دور الوسيط ما بين الجهاز الهضمي اللي كيقوم بعملية الامتصاص، وباقي خلايا الأنسجة ديال الجسم كامل. فاش كنهضروا بحال قلت لكم على نسيج، هنا كنهضروا على أعضاء. كل عضو مشكل من مجموعة ديال الأنسجة، يعني كتبدا بالخلية من بعد النسيج، ومن بعد الأنسجة كيشكلوا ليا العضو. دونك كيف يوزع الدم مواد القيت على الأعضاء؟ طبيعة الحال بواسطة الجهاز الدوراني. خصنا نعرفوا المكونات ديال الجهاز الدوراني. اذا فاش كنقولوا الدم كنقولوا القلب، هو اول عضو غادي نفكروا فيه، وطبيعه الحال العروق الدمويه. كاينين عندي مجموعه ديال الاصناف ديال العروق الدمويه، كاين ثلاثه بالضبط. كاينين الشرايين، هي اللي كتنقل الدم من القلب الى الاعضاء. نعقلوا، الشرايين تنقل الدم من القلب الى الاعضاء. اذا نشوفوا هنايا في الصوره، نشوفوا هنا في الصورة راها واضحة، عندنا شريان يوزع الدم من القلب نحو الأعضاء. هذه الشرايين. كاينين الأوردة. الأوردة شنو كدور ديالها؟ أنها كتنقل الدم من الأعضاء إلى القلب، دونك العكس ديال الشرايين. ومن خاصيتها وجود صميمات التي تساعد على نقل الدم. ها هي دونك تحضنيه الشريان، ما فيش صمامات، ولكن الوريد فيه صمام. اذا الشريان اش كيدي؟ كيدي الدم من القلب نحو الانسجه، على عكس الاورده فهي كتنقله من الاعضاء الى
القلب. كاينين الشعيرات الدمويه وهما هادو اللي كيكونوا اقل الحجم ديالهم صغير، هما العروق كيبانوا كيكونوا واضحين. الشعيرات الدمويه وتتواجد بكثره في الاعضاء وتربط بين الشريان والوريد. اذا من الجسم ديالنا فيه مجموعه من الشرايين وفيه مجموعه من الاورده، واللي كيربط بيناتهم هما الشعيرات الدمويه. اذا دابا نشوفوا بتفصيل الشعيرات الدمويه، تشوفوا الشكل ديالها. هذا رسم تخطيطي او صوره ديال القلب. والقلب طبيعة الحال كنعرفوا على انه عضله مرتبطه بجميع اعضاء الجسم باش بواسطه الشرايين وبواسطه الاورده. ها هما الشرايين والاورده كاينين في الفم، بحال تنقول حنايا بالدارجه فم القلب، هما راه مجموعه من الشرايين والاورده، لان كل وحده عندها الدور ديالها بحال اللي شفنا من قبل. ندير واحد الملاحظه ديال القلب خروف، نشوفوا كيفاش مناش مكون. دونك هذا تقريبا كنشوفوه يعني دائما في العيد الكبير، دونك ما غاديش يجينا غريب. الشريان الرئوي ها هو، وهذا كاين شريان ابهر هو هذا، وكاينين اورده رئويه ها هما. عندنا الشريان الرئوي والاورده الرئويه مرتبطه بالرئه. الشرايين كتجيب الدم من الرئه الى القلب، والاورده كتدي من القلب الى الرئه. وهذا عندي الشريان الابهر. عندي الاذين اليمنى، وهذا وريد اجوف علوي ها هو، وهذا الزرق هذا اللي منه ان هذا الشريان الابهر، وهذا اللي زرق تحت منه هو الوريد الاجوف العلوي. هذه الاذينه اليمنى، اذا الاذينه ديال القلب. وعندي وريد اجوف سفلي، كاين هنا وريد اجوف علوي وهنا وريد اجوف سفلي. كاين الاذينه اليسرى هنا اليمنى وهنا اليسرى، وكاين خلاص البوطين الايسر والبوطين الايمن. اذا الاذينه اليسرى والاذينه اليمنى كاينين الفوق، والبوطينات كاينين لتحت. شوفوا هذا واحد المقطع طولي. اذا هنا عندي شريان رئوي، عندي وريد رئوي، ايضا عندي الصميم سيني، عندي الاورده الرئويه. هما كنا قلنا الاورده الرئويه شفناهم قبيلات في الصوره، كاينين بزاف. اذا عندي هنايا الاذين الايسر ها هو، غير هاد شويه هذا. الاذين الايمن كذلك غير هاد لابارتي هادي. دونك بينما البوطين الايسر والبوطين الايمن فتيكونوا الحجم ولا المساحه ديالهم اكبر من الاذينات. هادي عضله القلب. والوريد الاجوف السفلي هذا رسم تخطيطي لمقطع طولي لقلب انسان. اذا هذا رسم تخطيطي غالبا كيتحط في الامتحانات، يعني خص التلميذ يكون ضابطو. نشوفوا دابا الطريقه باش كيعمل القلب. تلاحظوا هذه الصوره هذه، فالنبض شنو هو الدور ديال النبض؟ هو تحريك الدم من والى من القلب الى الرئه ايضا، ومن القلب للاعضاء، وكيجيبو من الرئه الى القلب باش كيقوم عاوتاني القلب باش يوزعو على الاعضاء. اذا العمل ديال القلب كيكون تيتمثل في مجموعه من الضربات المتتاليه اللي كنسميوها حنايا النبض. هاد الايقاع ديالها طبيعه الحال كيكون متوازن ومتناسق، بحيث ان يعني عند الانسان البالغ العادي اللي ما عنده حتى شي مشكله كتكون عنده 70 ضربة في الدقيقة عند الإنسان البالغ. وكل ضربة هي عبارة عن دورة قلبية، يعني مشى دم وجاب دم آخر، مشى دم وجاب دم، هذه كتسمى دورة قلبية. تشوفوا كيفاش أن الجهاز الدوراني كيعمل بواحد السرعة كبيرة. دونك الدورة القلبية هي كتمثل في ثلاثة ديال المراحل. شنو هما؟ مرحلة الانقباض الأذني، وكتستغرق واحد 0.1 ثانية، قصيرة بزاف. انقباض أذني 0.01 ثانية. ها هي إذا في الصورة تلاحظوا
هذه مرحلة الانقباض الأذني. إذا الأذن اليسرى والأذن اليمنى كيكونوا في حالة انقباض. المرحلة الثانية هي مرحلة انقباض البطيني. إذا فاش كينقبضوا الأذنين كترخى أولا كترخى البطينات، وعاوتاني العكس فاش كتنقبض البطينات كترخى الأذينات. إذا ها هي انقبضت، تقلص الحجم ديالها هنا، تقلص الحجم ديالها هنا وسع الحجم ديال الاذن، اذن اليمنى والاذن اليسرى. عاوتاني هنا العكس، الحجم ديالها واسع، شوفوا الحجم ديال الاذن حتى هو كيكون ضيق. دونك هذا هو اللي كيعطينا داك الضربه ديال القلب، داك الانقباض، نبيصات انقباض نبيصات. اذا الانقباض ديال البطين كيستغرق 0.3 ثانيه. بين انقباض العامله حسبناه، غادي نلقاو ان انقباض ديال القلب 0.4 ثانية. إذا ممكن نقولوا أثناء دورة قلبية يملأ القلب بالدم خلال الانبساط العام ويفرغ منه جزئيا خلال الانقباض، ويحدث هذا الأخير ضغطا دمويا يوجه بمساعدة الصميمات. دونك دوران الدم كيكون في اتجاه واحد، يعني من الأذنتين إلى البطينين الى الشرايين، وذلك بفضل مجموعه من الصميمات وضعها وبنيتها تشبه ابواب لا تفتح الا في منح واحد. ثم يعود القلب عن طريق الاورده. كيرتاح القلب اكثر مما يعمل. احنا ما كنلاحظوش هذه المساله، ولكن القلب فعلا كيتوقف كيرتاح واحد الاجزاء من الثانيه اكثر من اللي كيخدم. يعني بحال اللي لاحظنا هنا خدم 0.4 ثانيه غادي يرتاح اكثر منها. كيف يخرج الدم من القلب وكيف يرجع اليه؟ اذا شفنا المحاكاه قبل، نعودوا الى عودوا رجعوا الفيديو للوراء وشوفوها. دونك يلعب القلب دور المضخه، مضخة مزدوجة باش كتضمن ليا الدوران الدائم. ما خصش الدوران يحبس في الجسم، لان الا حبس الدوران في الجسم ما غاديش الاعضاء ما غاديش توصل المواد اللي تؤكد ان الانسجة غادي تموت. فعندي جوج، هذا الضخ المزدوج كيتمثل في الدورة الدموية العامة، هي اللي كتنطلق من البطين الايسر وكتنتهي في الأذينة، وتؤمن التبادلات على مستوى الاعضاء، هي اللي كتدير هي اللي كتنقل مواد القيت للاعضاء. اذا بحال قلنا الدوره الدمويه العامه هي ما بين القلب والاعضاء، وكاين الدوره الدمويه الرئويه اللي كتكون ما بين الدم والرئه. هي كتنطلق من البطين الايمن وكتنتهي في الاذينه اليسرى. اذا العكس ديال الاخرى، الاخرى كتنطلق وراه كينطلقوا اون باراليل، يعني في توازي. هذه كتنطلق من البطين الايسر وكتنتهي في الاذينه اليمنى، الاخرى على العكس ديالها كتنطلق في البطين الايمن وتنتهي في الاذينه اليسرى، وتؤمن التبادلات على مستوى الرئتين، يعني ما بين القلب والرئه. ها كيف كنشوفوا هنايا، يعني عندي الوريد الرئوي ولا الاورده الرئويه، عندي ايضا الشريان الابهر اللي شفنا قبيلات في رسم التخطيطي ديال الخروف. رقم 3 هو الوريد السفلي، رقم 4 الشريان الرئوي. عندي الرئه، اذا الفوق كاينه الدوره الرئويه، والتحت كتكون عندي الدوره العامه، وكتشوفوا ان عندها علاقة حتى مع المعي الدقيق. علاش؟ لان على مستوى المعي الدقيق كيوقع ليا الامتصاص ديال مواد القيت. اذا منين غادي يجيب هذا القلب مواد القيت باش ينشرها على مستوى الاعضاء؟ راه من المعي الدقيق. علاش كاين هذا الارتباط بين القلب والاعضاء؟ اذا مسار الدم كتشوفوا انه كيجيب مواد القيت من المعي الدقيق عن طريق وريد سفلي، بعد كتمشي عن طريق الشريان الرئوي. الرئه اش كدير؟ قلنا على مستوى الاسناخ كتصفي من ثنائي اكسيد الكربون وكتغني الدم بالاكسجين، ها هو غادي يرجع
الأوردة الرئوية عن طريق الأوردة الرئوية للقلب. من بعد غادي يتوزع، غنشوفوا الاتجاه ديالو، شريان الأبهار نحو الأعضاء، هاي أعضاء الجسم هنايا، ماشي غير المعي الدقيق فقط ولكن جميع أعضاء الجسم. ولكن إلا مشات هنا المعي الدقيق اش غدير؟ غتمشي المعي الدقيق غتعمر عاوتاني بمواد لقيت وغترجع تمشي للقلب عاوتاني. القلب هو في اتجاه آخر، كاين الشعيرات الدموية كيوزعوا الباقي الأعضاء. إذا كنقولوا أن الدم يخرج من البطين الأيسر عن طريق شريان الأبهار ويدخل إلى الأعضاء عن طريق شريانات ثم شعيرات دموية ليعود إلى الأذين اليسرى عبر الوريد الأجوف السفلي والعلوي. دونك الدورة الدموية الرئوية هي أن الدم كيخرج من البطين الأيمن بحال اللي قلنا قبل عن طريق الشريان الرئوي ويدخل إلى الرئتين عن طريق شريانات ثم شعيرات دموية للرئتين ليعود للأذين اليسرى عن طريق الأوردة الدموية. إذا بحال اللي قلنا قبيلات الدورة الرئوية كتبدأ من البطين الأيمن وكتنتهي في الأذين اليسرى. هاهي دونك بدات من البطين الأيمن وكتنتهي في الأذين اليسرى. هادو الرسم ديال الأوردة الرئوية من بعد الشريان الرئوي. إذا هنا كينتهي الدرس ديالنا مع تحية فريق أنا من مبدعة. شكرا جزيلا على المتابعة.